السحب مجاني يا أصدقاء، يلا خلونا نجرب حظنا يا أصدقاء، نشوف كيف راح يكون على هذا سكيل M16 يا أصدقاء. يلا والله إلا فمجانا يا أساطر، يلا يا بسم الله نلف ونشوف حظنا كيف راح يكون. يلا مباشرة يا أصدقاء، يلا يا بسم الله بصفر جوهرة، يلا نشوف حظنا كيف راح يكون، يا رب نحصل عليه. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، وأخيرا الفيديو المنتظر الذي طلبني عليه الملايير من الناس، الملايير من المتابعين، الملايير من الأشخاص يقولون لي لين إكس نزلنا أفضل 5 سيرفرات. أوكي ما يكون غير خاطركم. في هذا الفيديو كما رأيتم في العنوان وكما رأيتم في الصورة المصغرة سوف ندخل إلى أفضل 5 سيرفرات. المهم إذا كنت تحب هذه السلسلة اعمل لايك علشان أعرفك إنك بتحبها. المهم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. والسيرفرات التي سوف أدخل لها في هذا الفيديو سوف تصدمكم كثيرا، سيرفرات أسطورية، أحداث مجانية وخرافية. شو ما بدي أحرق عليكم لأنه الفيديو طويل شوي، ما بدي أحرق عليكم كثيرا. المهم إلا عندك شي لي زياد ديرهم في ودنيك وعيش معايا في الفيديو، كبر الشاشة ديال البيسي ولا ديال التليفون وعيش معايا في الفيديو. يلا مباشرة نروح نشوف أول سيرفر معنا في هذا الفيديو. أول سيرفر معنا في هذا الفيديو وهو السيرفر جنوب إفريقيا يا أصدقاء. كلكم تعرفون سيرفر جنوب إفريقيا من بين أقوى السيرفرات وسوف نكتشفه مع بعض. أول شيء خلونا نشوف الأحداث، نشوف الأشياء التي نازلت معهم يا أساطير. أول شيء هذا الحدث، يعني ننزل شوية أصدقاء ونشوف الأشياء التي نازلة معهم. هنا يا أصدقاء الأشياء المجانية اللي راح يحصل عليها شوية وراح نشوفها. هنا يا أصدقاء هذا الحدث راح يعطونهم يا أصدقاء في 29 مارس كيوب ماجيك مجانا يا أساطير. اليوم هو 28، غدا يا أصدقاء يجب عليكم أن تلعبوا على الكيوب ماجيك في هذا السيرفر، لأنه عندهم سكينات كيوب ماجيك أسطورية. ودائما كما أقول لكم دائما ركزوا على الأشياء المجانية، أما الأشياء التي بجواهر فقط ابتعدوا عنها. مهم ننزل بهذا الشكل يا أصدقاء ونوريكم الأشياء التي نازلت عندهم. هنا يا أصدقاء هذا القسم كنت شرحتكم يا أصدقاء هذا القسم، يعني الأشياء التي راح تنزل معهم يعني لغاية شهر 4 شهر أبريل. المهم هنا هذا التوكن تستبدل به الجوائز يا أصدقاء. هنا فقط بتسجيل الدخول كما تلاحظون أمامكم حصلنا على بطاقة حاضنة. المهم صراحة السيرفر مليان أحداث مجانية، والله سيرفر أسطوري. نحن سيرفر مينا راح أوريكم أشياء نزلت في هذه السيرفرات راح تنصدمون، يعني نحن سيرفر مينا والله سيرفر يعني بيض مسلوق. شوفوا 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 شوف شوف تخيل معي بلاي 100 مينت تحصل على هذه الكنزة البيضاء. هذه يا أصدقاء ألعب عليها، لابد أن أحصل عليها في هذا السيرفر. شوفوا يا أصدقاء 100 دقيقة تلعب تحصل على هذه الكنزة. هل أنت مستوعب ماذا أقول؟ هل أنت مستوعب أم لا؟ هذه نزلت عندنا على ما أعتقد، نزلت عندنا بجواهر. شوفوا هنا يا أصدقاء العب 100 دقيقة، الحدث يعني الشهر المقبل على ما أعتقد في 4، يعني من بين 2 و4 في الشهر أبريل. والله يا أصدقاء أنتم متخيلين شو معنى كنزة البيضاء مجانا؟ يعني رشي والله العظيم. أقول لكم سيرفرات أسطورية وأقول لكم إنها راح تصدمكم، وأنا يعني قاد بالهضرة اللي كنقول، عارف سيرفرات أسطورية. يعني شوفوا هنا اللفة مجانا حصلنا على التوكن، حتى الحظ عندهم أسطوري كما لاحظتم، يعني اللفة مجانا وحصلنا على التوكن، حتى الحظ عندهم أسطوري. خلونا نلف على هذا السكين وتهانينا، لابد يعني. المهم حصلنا على شيء، ما طلعنا خسراني. والله أقول لكم يا أصدقاء هذا السيرفر جنوب إفريقيا يجب عليكم أن تنشئوه يا أساطير، سيرفر أسطوري خرافي صراحة، يجب عليكم أن تنشئوه، وخاصة صراحة اللي ضيع الكنزة البيضاء والله ضيع الكثير. أم البي تي إس والله ما بقيتش باغي نشوف البي تي إس كاع. واو واو حول ولا قوة إلا بالله. كل منظور لقى البي تي إس، كل منظور لقى البي تي إس، والله إلا ما حمضوا هاد الجيم هادي من نهار حطوا البي تي إس. قبل ما يحطوا البي تي اس وهي حامضه، ولكن دابا شي حاجه فوق الحموضيه. المهم يا اساطير ديسكنت كيوب ماجيك والاشياء اللي تبقات. المهم هذا كان معنا سيرفر جنوب افريقيا، ونروح للسيرفر اللي بعد.
ثاني سيرفر معنا في هذا الفيديو وهو السيرفر الاندونيسي من بين اقوى السيرفرات كما تعرفون، لا داعي اننا نعرفكم عليه. المهم يا اساطير نشوف هذا السيرفر كيف شكله. ملاحظة صغيرة يا اصدقاء، جميع السيرفرات انا عامل فيديوهات عليها طريقة انشائها في القناة، اكتب فقط يعني السيرفر اللي بدك اياه واكتب جنبها لينكس اف اف سوف اطلع لك انا الاول. المهم يا اصدقاء هنا الاحداث يعني المجانية كما تلاحظون امامكم، يمكنهم الحصول عليها فقط بتسجيل الدخول. هنا هذا التوب اب، الاشياء التي بجواهر دائما اقول لكم ابتعدوا عنها، ركزوا فقط بالاشياء المجانية. المهم ننزل بهذا الشكل نشوف اشياء تانية. ولحد الان يا اصدقاء انا لم اريكم اي شيء، راح تشوفون اشياء راح تصدمكم في هذه السيرفر الدقيقة وراح تشوفون. المهم انا لازلت يعني فقط بالتدريج راح اطلع معكم لاقوى السيرفرات. المهم هنا كما تلاحظون امامكم مخطط زمني الخاص بكم، كل الاشياء اللي راح يحصلون عليها هنا يا اصدقاء روم، وهنا الاشياء المجانية، وهنا ثلاث بطاقات حاضنة. المهم هنا البيتيخيس، ام البيتيخيس الله ينعل لي، خلوني ساكت صافي انا بلا ما نهضر. المهم هنا الاشياء التي سبقت كما قلت لكم المجانية، الاشياء التي اللي يعني الاشياء تبع بي تي اس. اتمنى من كل اسطورة اذا كنت يعني اتمنى من كل اسطورة انه لا يقوم ابدا بعملها الحصول على، لا تحصل على اي شيء من هذه البي تي اس، لا شيء ما لا تحصل على اي شيء، ابتعدوا عنه والله العظيم. البي تي اس صاحبي رانا كله مرضونا في صحتنا صاحبي، منين شد البي تي اس وانا مكرر سبحان الله، كنصور فيديو وانا سبحان الله بحال اللي طالع لي الدم، ما ملي كنشوف هاد البي تي اس اخويا راه العب ولا لوبيات ديال. المهم حصلنا هنا كما تلاحظون امامكم على هذا السكين تبع الشوت كان، خلونا يعني نهزو في يدينا هاد الشوت كان. المهم نعمل له عرض في الفريق كما تلاحظون، الشوت كان صراحة اسطوري، فيه المادة وفيه خاصية اسطورية. المهم ننزل بهذا الشكل نشوف اشياء تانية يا اصدقاء، اشياء اللي لسه ما شفناها. هنا حدث يعني جواهر، وايضا يعني يمكن الحصول على المهم هذوك الشرطة تبع البوتات يعني بالجواهر. انا حضرنا البي 90 وهنا تبقى لنا فقط سكين الجولد رويال، ونروح الان للمتجر ننزل يا اصدقاء للجديد ونشوف شو الاشياء التي نزلت معاهم. المهم هذه كل الاشياء اصدقاء التي نزلت معاهم كما تلاحظون امامكم. المهم هذا كل شيء يا اصدقاء في هذا السيرفر كما تلاحظون، والان نوريكم الاسترداد. المهم هنا سكنة الكيوب ماجيك على السريع. والمهم يا اصدقاء هذا كان معنا السيرفر الاندونيسي يا اساطر. ثالث سيرفر معنا في هذا الفيديو وهو السيرفر التايلاندي من بين اقوى السيرفرات كما تعرفون، لا داعي انني اقول لكم سيرفر اسطوري، المهم انتم تعرفون كل شيء لانه يعني الناس القدماء معي في القناة كنا ندخل لسيرفرات من زمان يعني يعرفون كم انا هذا السيرفر عزيز علي هذا السيرفر. المهم سيرفر تايلاندي صراحة هذه تقريبا اكثر من شهر لم ادخل اليه. المهم هنا لن اتكلم ابدا. المهم ننزل بهذا الشكل هنا كما تلاحظون حدث الجواهر. المهم كل شيء على ما اعتقد موجود فقط في اللاكي. المهم شوية راح نروح لللاكي بدي فقط اشوف اشياء تانية الموجودة عندهم هنا من غير اللاكي، كلهم في اللاكي يا اصدقاء لكن شوية راح نشوفهم. المهم ننزل بهذا الشكل هنا، هذا التوب اب لم يغيروه بعد. المهم هنا بعد الاحداث المجانية هنا حدث الاستعادة. المهم هنا لن اتكلم ابدا. يلا خروج 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 بسرعة بسرعة يلا. المهم هنا شو باليز يا اصدقاء، باليز لا حدا يشحن على سكينة البي تي اس. شوفوا يا اصدقاء عاملين تلجاب 500 جوهر علشان تحصل عليه، هل انتم حمق ام مال؟ والله العظيم لن اشحن حتى لو نزلتم الكريمينال يشحن 100 جوهرة وتحصل على الكريمينال، ما راح اشحن عليه يلا، والله ما راح اشحن عليه يلا. انتم الشركة نصابة يا اصدقاء، احصلوا فقط على الاشياء المجانية المجانية ولا تشحنوا ابدا، وخاصة على هذه السكينة تبع البي تي خيس بي تي خرا لا تشحنوا عليه. المهم هنا هذا الحدث يا اصدقاء كما تلاحظون امامكم، كما تلاحظون اخترت هذه المقلاة، هذه المقلاة احسن من الاشياء الاخرى. انا لن اتكلم ابدا. وهنا يا اصدقاء كما تلاحظون حدث القفزة كما تلاحظون امامكم. المهم يعني في السيرفر التايلاندي كما تعرفون اللفة ما بتكون مجانا، راح شوي وراح ندخل للسيرفر السنغافوري فيه لفة مجانا وراح تشوفوا الاشياء الاسطورية التي فيه ايضا. المهم نسالي باول شيء مع السيرفر التايلاندي، هنا حدث الام 14 صراحة فيه الدقة واثنين في الضرب والله اسطوري. هنا رجعوا معهم حاضنة الدينو.
المهم رجعوا حاضنة الدينو ورجعوا الكريمينال الأخضر ولم يرجعوا حاضنة الكريمينال، رجعوا الكريمينال مين أصلا رح يهتم به. المهم كاين عشاق الشحن هما اللي رح يشحنوا عليه اللي تنصب عليهم قارينة، أما نحن ما رح نشحن عليه أبدا، نحن الناجون لا نشحن. المهم يا أصدقاء هذا كان معنا السيرفر التايلاندي، ومباشرة نروح للسيرفر اللي بعده. رابع سيرفر معنا في هذا الفيديو وهو السيرفر البرازيلي. صراحة السيرفر البرازيلي أسطوري، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يعجبني فيه صراحة، يعني كما تعرفون أنا أعترف لكم بكل شيء، الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في هذا السيرفر وهو أنه لفة لا الخاصيات تبع الأسلحة ما فيه أبدا، يعني سلاح عادي يعني حتى لو اشتريت سكارت سيطان أو أشياء أسطورية من الأسلحة ولكن لن تستفيد أي شيء. المهم هنا حدث سطور، حدث جوال، الأحداث التي بجواهر ابتعدوا عنها، ولكن نحن فقط يعني نتمنظر، فهمتي؟ يعني فقط نتمنظر، لا يعني لا نري، يعني مش قصدي أنكم تشحنوا، أنا دائما أقول لكم لا تشحنوا. المهم علشان تكون في بالكم هذا الشيء، الناس الجديدة معنا في القناة، الناس لأول مرة تشوفني، الناس لأول مرة تشوف هذا الفيديو، أريد فقط أن يصل كلامي للعالم وأن أقول للعالم لا تشحنوا. المهم الناس التي تشحن والله حول ولا قوة إلا بالله. المهم هنا توب أب يا أساطير. المهم الأشياء التي بجوار أحاول ما في الأمكان أن يعني كندوزها سريعا علشان ما تبقاوك تشوفوا فيها بزاف. المهم حيت الأحداث التي بجواهر يعني كأنها تشجعك على الشحن، ويجب عليك أن تركز فقط على الأشياء المجانية لكي تنسى الشحن. المهم هنا بعد أحداث بالتوكن يا أصدقاء، هنا أحداث خاصة بهم، هنا حدث، المهم تعرفون ماذا، نكمل الاستعراض الخاص بنا هنا. المهم مباشرة يا أصدقاء الآن نروح لللاك أرويال ونشوف شو الأشياء التي نازلة معه. أول ماذا سأقول؟ لا أعرف ماذا سأقول، لا أريد أن أذكر اسمها أبدا، الاسم لا أريد أن أذكره. المهم هنا هذه الحاضنة، وهنا هذه السكينة تبع الولد والبنت كما تلاحظون أمامكم، والسكينة البرازيلية. المهم هنا كما تلاحظون أمامكم والعياذ بالله. المهم والآن ننزل يا أساطير بهذا الشكل ونشوف أشياء ثانية. المهم هذا كل شيء في هذا اللوك، ويعني ويجب عليك أن تلف عليه بجواهر، يعني قارينة تعمل ما في وسعها لشان تجعلنا نشحن، ولكن نحن لن نشحن أبدا. المهم أنا عن نفسي بعدا قارينة عمرها تربح معي شي درهم باش كون في راسك. المهم ننزل للجديد بهذا الشكل. المهم هنا كل الأشياء التي تبقت معنا يا أساطير، وسكينة كيوب ماجيك لم يضيفوا أي شيء. المهم يا أصدقاء هذا كان معنا السيرفر البرازيلي، ونروح مباشرة للسيرفر اللي بعده. خامس سيرفر معنا في هذا الفيديو وهو السيرفر الفيتنامي. السيرفر الفيتنامي كما تعرفون كلكم من بين أقوى السيرفرات يا أساطير، وراح نشوف كل الأشياء الموجودة فيه بهذا الشكل ونستعرضه مع بعض. المهم أول شيء نعمل الحصول على هذا السكين. المهم هنا يعني مجموعة من الشخصيات التي يمكنك الحصول عليها، والآن ننزل شوي بهذا الشكل. هنا يا أصدقاء حدث يعني توب أب، تشحن 500 جوهر علشان تحصل على، والله اللي بيشحن هذا التوب اب والله انقلع، انت اللي تشحن هذا التوب اب والله انك حمار، واسف على هذا الكلام. تشحن يا على البي تي اس، والله انك حمار اذا كنت تشحن على البي تي اس والله العظيم. لو سعفتوني على الاقل الناس اللي بتموت على الشحن على الاقل لا تشحنوا على بي تي اس، يا الناس اللي بتموت على الشحن فقط لا تشحنوا على بي تي اس، اشحنوا على اي شيء الا بي تي اس يلا، لانني اعرف انكم لن تستطيعوا ان تقطعوا الشحن، يعني الناس اللي عندها مال زائد، ما نحن ما عندنا تريال. المهم نمشي يا اصدقاء هنا كما تلاحظون بالتوكن يمكنك الاستبدال ب يعني بالسكينات، يعني انا فقط احاول ان اركز لكم على الاشياء المجانيه، اما الاشياء التي بجواهر انصحكم بالابتعاد عنها. المهم هنا مخطط الزمن الخاص بهم سوف يحصلون على هذه الأشياء البيض. المهم ننزل بهذا الشكل يا أساطير ونشوف الأشياء الثانية. المهم هذا كل شيء كما تلاحظون أمامكم في هذا القسم، يعني المهم الآن نروح لللوكر واير ونشوف هل أضافوا شيء ثاني. رجعوا معهم حاضنة الآن 94، لما كانت نزلت أول مرة الآن 94 شفتها في هذا السيرفر يعني زمان، والآن ورجعوها مرة ثانية، يعني اعملوا حاضنة جديدة مرة أخرى. المهم لا
اعرف قارين عندها مصيبة ديال المطورين وما دير شي حاجة تكون ناضية، حطوا لنا شي سكينة ناضية، حطوا لنا شي حاجة صوروا عليها غير فيديو تطلع شي حاجة زايدة. ما كيحطوا هاد الحموضة هادي مرجعين البي تي خيس، ندير انا نمشي بي تي خيس. المهم حدث بالتوكن، تخيل معي انك تصرف، تخيل معي يا عزيزي المواطن انك تصرف 10,000 جوهر على البي تي اس، هل انت بعقلك؟ واذا ضيعت جواهرك على البي تي اس فقط، المهم ما راح اتكلم عليها كثير، اقول ما راح اتكلم عليها وكنتفقس وكنولي نهضر عليه حق الله. المهم هنا الباقه، المهم هنا كل الاشياء التي اللي وريتها لكم. ومباشره يا اصدقاء نروح لاخر سيرفر، السيرفر السادس الذي معنا في هذا الفيديو، وهو السيرفر السنغافوري. قلت لكم في الفيديو أنني سوف أدخل إلى أفضل 5 سيرفرات، لكن هذا السيرفر يا أصدقاء نسيت استعراضه، لذلك سوف يعني هو أهم سيرفر بالنسبة لي، لذلك يجب أن أستعرضه بسرعة. المهم اعتبروه كهدية مني لأنني أعرف أنكم تحبون السيرفرات. المهم هنا هذا السطور يا أصدقاء، حدث سطور يعني بالجواهر مع الأسف، يعني الأشياء التي بالجواهر والله أكرهها صراحة، أنا بدنا أشياء مجانية، نحن الناجون نريد الأشياء المجانية. وكل السيرفرات يا أصدقاء التي استعرضتها معكم في هذا الفيديو موجودة في القناة، يعني إذا بدك يعني تقوم بإنشاء أحد هذه السيرفرات ادخل للقناة سوف تجد مجموعة من يعني من الطرق لإنشاء هذه السيرفرات. المهم هنا كما تلاحظون أمامكم حدث إشحن وتخيل معي 1500 جوهر علشان أحصل على ذلك الطوكن تبع بي تي خيس، والله والله ما تشوفوها بالله ولا ديتوه. المهم ننزل بهذا الشكل يا صديق، والله شوف راح أقولها آخر مرة وهذه المرة والله ما راح أزيد أذكر هذا البي تي خيس، لا تشحنوا يا أساطير، أتمنى أنكم ما تشحنوا على هذه البي تي خيس وشكرا. المهم المهم هذه كل الاشياء استعرضنا كل شيء في هذه الاحداث، والان نروح للوك رويال ونوريكم الاشياء الاسطوريه. حدث الام 16 والسحب مجانا، والله شيء اسطوري يا اساطير. يلا يا اساطير نزع اثنين من الاشياء ونلف، ويا رب الحظ يكون اسطوري، والله يلف مجانا. يلا يا بسم الله نلف ونشوف حظنا كيف راح يكون. يلا يا بسم الله، الله يبي صفر جوهر، يلا يا بسم الله، يا رب نحصل على ام سي، يا رب نحصل على ام 60. والله اقتربت، لاحظتم والله اقتربت. هنا السحب مجاني على هذه، المهم نسحب عليها، يا رب ما نحصل عليها، يا رب ما نحصل عليها. اول مره في حياتي من يوم ما لعبت فري فاير اي شخص يتمنى ان يحصل على شيء اسطوري في فري فاير، ولكن البي تي خيس مستحيل انك تطلب فيها انك تحصل على شيء على اشياء منها، انا ما بدي اي شيء منه، احصل على بطاقه، احصل على اكل القطه وما احصل على بي تي خيس. المهم هنا سكي لوبيات كي داير، على لوبيات كي داير، اش كي داير، شحال سكينات، تفو تفو سكينات كي دايرين ديال. المهم نكمل استعراض خاص بينا، سكينات كيوب ماجيك اجمل منه. المهم هذا كان معنا يا اصدقاء سيرفر السنغافوري كما لاحظتم معنا يا اصدقاء، اخر سيرفر. المهم يا اصدقاء هنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون اعجابكم، واتمنى انه هذه السيرفرات تكون نال اعجابكم. كما لاحظتم في هذا الفيديو قلت لكم انني سوف ادخل الى افضل 5 سيرفرات، ولكن السيرفر السادس زدت لكم فقط هدية يا اصدقاء. المهم اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، اذا اعجبكم فلا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وايضا تفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في الثانية الاولى. واذا اعجبك الفيديو وكنت تحب هذه السلسلة انزل اعمل لايك كما قلت لك، وفي التعليقات اكتب تعليق جميل او اكتب بانك تحب هذه السيرفرات، علشان انا يعني لما اشوف التعليقات كثير يطلبونني ان اعمل فيديوهات اكثر على هذه السيرفرات سوف اعمل فيديوهات اكثر. يعني اي يوتيوبرز بهذا الشكل، اي يوتيوبرز يعني لما يشوف الناس بتطلبوا على شيء معين سوف يعمله. المهم اذا وصلت معي لهذه اللحظة انزل التعليقات وخلي لي لينكس ملك السيرفرات علشان اعرفك انك تبعت معي الفيديو من اول ثانية لاخر ثانية، وشكرا لك من القلب اذا كنت وصلت معي لهذه اللحظة. المهم يا اساطير ترقبوا فيديوهات اسطورية، وقبل ما اختم الفيديو اريد ان اقول لكم رمضان مبارك سعيد عليكم كلكم يا اساطير، يدخل علينا ان شاء الله بالصحة والعافية،
وصياما مقبولا وإفطارا شهيا. وبدون ما أطول عليكم في الكلام، كان معكم لين إكس، والسلام عليكم. Right up in the sky, I need you to listen, I need you to hear.